انتبه اشقال، انتبه اشقال. مرحبا، اهلا وسهلا نس الكل. اليوم في انتباه اشقال باش نحكيوا على موضوع استهتار المسؤولين والمشاهير مع اجراءات التوقي من فيروس كورونا، اللي الحقيقه يظهر لي تنجم توصلهم العواقب كبيره برشا. مثال نحكيوا عليه نبداو به اليوم في انتباه اشقال هو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اللي قاعد حاليا يواجه في انتقادات كبيره برشا في البرلمان، وسبب دعوه وجهت لمئة شخص خلال تدابير الاغلاق الاولى اللي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لحضور حفل كان في حديقة متاع مقر رئاسة الوزراء. تقريبا كانوا حاضرين 30 شخص في المناسبة هذه اللي كانت في 20 ماي 2020، لكن رئيس الوزراء حسب شهود لبي بي سي كان موجود هو وزوجته ما بين الحضور. نسمع مع بعضنا أول إكستخي من عند صحفية وباحثة في الشأن البريطاني عزة زقتيبي. جونسون تعرض في هذه الجلسة إلى الكثير من الانتقادات. يمكن وصف هذه الجلسة بأنها كانت جلسة صاخبة إلى حد كبير، تعرض فيها لانتقادات شديدة ومطالبات له بالاستقالة. هناك كما نعلم الكثير من النواب الذين تقدموا بالفعل للجنة 1922، وهي اللجنة المنوط بها التعامل مع سحب الثقة وأيضا التعامل مع زعامة حزب المحافظين البريطاني الحاكم. بالطبع كانت هناك تأكيدات قبل بدء هذه الجلسة بأنه لن تكون هناك أي إجراءات لسحب الثقة عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. السؤال الثاني اللي تم طرحه على الباحثة في شأن بريطانيا، هل أنه ينجموا يوصلوا لعدد مهم لسحب الثقة؟ هل أنه باش تكون سهل الوصول لسحب الثقة وإلا لا؟ أعتقد أنه من السهل جدا أن يصل العدد إلى 54 نائب لإمكانية سحب الثقة. هذا الكلام ليس فقط من خلال متابعاتنا أو من خلال وسائل الإعلام البريطانية، ولكن هناك الكثير من التأكيدات من عدد كبير من النواب داخل حزب المحافظين وأعضاء البرلمان الذين قالوا بالفعل أنه الوصول إلى هذا الرقم لسحب الثقة 54 رسالة من النواب من السهل أن يصلوا إليه، وربما أيضا أن تتم هذه الخطوة يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين في حال بالفعل توفر هذا الرقم. وزير التعليم كان بربي جوست قبل هذه، أنا في رأيي أنه يجب يستقيل لسبب أنه كيفاش يوجه دعوة لمئة شخص رئيس الوزراء البريطاني يجيوه كان 30 نورمال مو، هذا في حد ذاته سبب يدفعوا الاستقالة. على كل، وزير التعليم كان دافع بشراسة على بوريس جونسون وقال أنه الحفلة هذه راهي مجرد جلسة عمل. صحيفة الميرور قالت إن جونسون حضر حفلا قبيل فترة أعياد الكريسماس عام 2020. في المقابل يواجه زعيم المعارضة البريطانية اتهامات مماثلة بحضوره حفلا ربيع العام الماضي عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة أمرا محظورا، اتهامات نفاها زعيم المعارضة. لم نكسر أي من قواعد الإغلاق، كنا نعمل أنذاك في المكتب وتوقفنا من أجل استراحة. ما يحدث الآن هو أن حزب المحافظين يريد ذريعة لتغطية أخطائه. وفي محاولة للتخفيف من وقع الاتهامات لجونسون بارتكاب مخالفات، دافع وزير التعليم في الحكومة عن رئيس الوزراء، واصفا حضور جونسون لتلك الحفلات بأنها كانت مجرد جلسات عمل. أعتقد أن رئيس الوزراء يتفهم حجم الغضب الشعبي ويتفهم أن المواطنين قدموا تضحيات وخسروا أحبة لهم. أتمنى أن أعود بالزمن إلى يوم 20 من مايو، حيث حضر رئيس الوزراء الفعالية لمدة 20 دقيقة، والتي كانت لدعم وتشجيع موظفيه. هو يتمنى لو لم يقم تلك الفعالية، لا ذلك كان خطأ. في مصر زادة صارت ضجة مشابهة لكن ضد مذيع تلفزيوني اسمه يوسف الحسيني، اللي كان أعلن على الهواء أنه مريض بأوميكرون لكن أصر للحضور. أو باش نسمع من بعض. ومن غير ما يبقى في عندنا قلق، هو أنا غالبا عندي أوميكرون يعني، بس مش دي القصة يعني، وبالتالي ما قدرتش أجي امبارح، فأنا جاي النهاردة مخصوص علشان لازم يبقى في تأبين للأستاذ وائل الإبراشي الله يرحمه من جوه الاستوديو اللي هو بدأ فيه هذا البرنامج، برنامج التاسعة، فيا رب نقدر نوفيه ولو جزء من حقه الله يرحمه. ربنا يرحمه. نسيبك الحلقة كيف أشكركم، نستأذنكم نبدأ فقراتنا. أنا أصلا مهدود وعيان وحالتي صعبة جدا، لكن أنا مش عاوز نفتكر الأستاذ وائل بالحزن.
أي عنده الحكار وقام بسوه الله يا سيد وعلى فكرة والله يرحمه وائل برشي الله يرحمه حتى اللي معاه يبدو أنه توفى سويت للمرضى متاعه بكورونا معناتها أيوه وهم زاد يرحمهم في استوديو معاك الناس طيبة برشا معناتها لا غالب فجأة كبيرة الحقيقة صارت حتى في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد المقطع هذية الشيء اللي خلى أنه يكون غائب وكانت عوضته زميلته شافكي المنيري اللي كانت تمنيت له الشفاء في بداية الحلقة. نطمن على كل الناس يعني يمكن في هذا الطقس البارد جدا اللي بتشهده مصر بشكل عام والتغير المناخي اللي في العالم كله بنلاقي طبعا هذه البرودة والأماكن كتيرة في العالم تغير فيها المناخ بتخلينا كلنا لازم نطمن على بعض وناخد بالنا في إجراءات احترازية شديدة لأنه أحيانا دور البرد الناس ما بقتش تعرف دور البرد من الأميكرون من الكورونا من كل الحاجات دي فالأأمن إجراءات احترازية إن إحنا يعني نرجع تاني للكمامة ناخد بالنا ونعلي المناعة وناكل الخضروات وناكل الأشياء المفيدة قد ما نقدر نتحرك كمان قد ما نقدر ونعمل إذا قدرنا نعمل رياضة ده أحسن ما قدرناش نحاول ناخد الحاجات اللي إيه اللي ممكن تساعد مناعتنا الحمد لله إحنا في فصل الشتاء ومصر بلد اللي بتصدر الموالح فأحلى موالح عندنا نتكلم بقى على البرتقال والاستفندي كمان عندك الجوافة والفراولة موجودة كل دول فيهم فيتامين سي ويقدر يعلي المناعة بشكل كبير خاصة عند الأطفال. قبل ما أبدأ طبعا يعني خليني برضو أتمنى الشفاء لزميلي العزيز يوسف إن شاء الله يعود سريعا لتقديم برنامج التسعة. التوهية ظاهرة ما كانت مع يوسف هي قاعدة تبرر في الإكس خير هي عوضة يوسف وهي بهز باش تغيب خاطر يوسف اللي مع يوسف وكل ما تكلوها معناتها نادية تمشي انت تعوض تعوض في مصر نوجهوا معناتها المعلومة لزملائنا في القنوات المصرية اللي عنده غياب ولا حاجة عنا نادية تنجم تعوض خلينا باش نختموا بآخر إكستخي المجلس الأعلى للإعلام كان لا لا وش للقضاء قعدت نركز باش نقول المجلس الأعلى للإعلام منال حميدي هي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كانت جاوبت على اللي صار في القناة هذه هو لازم طبعا نؤكد انه يعني في مسؤولية للميكروفون ومسؤولية للكاميرا فلازم كل واحد بيطلع على الشاشة او من خلال ميكروفون الإذاعة يدرك ان كل حاجة بيقولها وحتى مظهره الخارجي وطريقة أدائه بتنقل الرسالة للمشاهد واكيد طبعا احنا دلوقتي بندعو وبنؤكد على أهمية الوعي يعني أخذ الإجراءات الاحترازية حتى لو كنا شاكين إن عندنا فيروس كورونا أو يعني توابعه صحيح. فمش معقول أقول أنا بيتهيأ لي إنه عندي كذا أو متأكد إنه عندي كذا ورغم كده جيت إنه ده ممكن ينقل رسالة للناس البسيطة إنه يعني الواحد لو شاكك ولا حتى لو عنده برضو يخالط اللي حواليه ما ياخدش الإجراءات الاحترازية فأعتقد دي كانت يعني تصرف غير مسؤول أو غير مهني ده من صوتها تعب حتى اسمع مش فقرة ساخرة ولا فقرة جدية نحكيو سيريوزمون معناتها لي زيكستريس معناهم فما حاجتين مهمين لازم نقفوا عندهم الأولانية هي معناتها الامبورتونس اللي او الاهميه اللي يعطيوها الديمقراطيات لواجب المثاليه عند المسؤولين السياسيين شو ليكزامبلاريتي لا لا نحكي على البريطانيين انه معناتها الجدل اللي ايا كان المآل نتاعو في بريطانيا هو جدل معناتها جوهر باش نستفهمنا انه البريطانيين قال كيفاش احنا تفرض علينا اجراءات ونضحي وما نشوفوش عائلاتنا وما نشوفوش ناس نحبهم وانت فقط لانك رئيس حكومه تعمل لما فيها 100 واحد ولا 30 واحد وما تحترمش الاجراءات دونك لو فات اللي هو رئيس حكومه هو لو كان جاء موظف في اداره ولا في بنك ما صارش الجدل هذا ولكن انك كمسؤول سياسي الصفه نتاعك كمسؤول سياسي ما تعطيكش امتياز على باقي المواطنين بل بالعكس تعطيك اكثر منهم واجبات وهذه مساله واضح مهم واضح واضح فيما يخص المصريين نختزلوا قد ما نجم الكلمه الاخيره انه زاد كيف كيف راهو معناتها الناس المعروفين والمشهورين راهو عندهم واجب
ودولا من انه تحترم انت الاجراءات ولا راك تعطي مثال للناس الكل ومعناتها هذاك علاش انت مثلا امين تعمل تيست قبل ما كل يوم نعمل تيست الصباح بالنسبه لي اكثر مواطن عملت تيست يبدا عنده شك يمشي امين يقول لي راني البارح عملت تيست اي ما نقول لكم بعد ما نعمل تيست